مساء الخير جميع متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية. نقف الآن معكم في آخر التحديثات الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى خلال الساعات القليلة القادمة التي تحمل العديد من الأمور وربما العديد من الحالات الجوية أو الفعاليات الجوية القوية. نبدأ طبعا بما حدث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تشكل منخفض جوي مساء يوم السبت في شمال المملكة، وأدى ذلك بحمد الله إلى هطول أمطار متفرقة في أجزاء واسعة من المملكة، لا سيما في منطقة حائل وشمال شرق البلاد. واشتد تأثير هذا المنخفض الجوي فجر الأحد، حيث وصل تأثير الأمطار إلى وسط القطاع الغربي لا سيما في مكة المكرمة والطائف، وأيضا إضافة إلى القصيم، مع استمرار تأثير هذا المنخفض الجوي وهطول الأمطار على شمال شرق المملكة. حسب آخر صور الأقمار الاصطناعية كما تلاحظون أمامكم، كما نلاحظ هناك توجه واندفاع كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية نحو الأجزاء الوسطى من المملكة لا سيما العاصمة الرياض والدوادمي، ومن المتوقع اندفاع المزيد من هذه السحب نحو هذه المناطق الوسطى وتطورها أيضا وتوجهها نحو المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة خلال الساعات القليلة القادمة. كما نلاحظ هذه السحب الركامية الرعدية هي سحب ماطرة بحمد الله، وهي مصحوبة ببعض الفعاليات الجوية القوية. حسب النماذج الجوية الحاسوبية والتنبؤات الجوية الحاسوبية، نتوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن تندفع جبهة هوائية باردة نحو المناطق الوسطى والرياض إضافة إلى المناطق الشرقية. هذه الجبهة الهوائية الباردة هي مترافقة مع أحوال جوية غير مستقرة عموما بشكل شديد، بحيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تهطل أمطار رعدية ربما توصف بأنها شديدة الغزارة في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من الدوادمي، تمتد سريعا نحو العاصمة الرياض وعموم المناطق الوسطى، ومن ثم تتجه إلى الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من المملكة خلال أيضا ساعات هذه الليلة وصباح يوم غد الاثنين. وأيضا نهار يوم غد الاثنين المتوقع أن تضعف فرص الأمطار بشكل تدريجي، وتتمركز هذه الأمطار فوق المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى، وتترافق عموم هذه الأمطار خلال ساعات هذه الليلة وصباح يوم غد مع عواصف رعدية إضافة إلى نشاط في سرعة الرياح، وربما حتى في بعض الفترات تكون هناك فرصة لأن تكون الأمطار غزيرة وشديدة الغزارة، وبالتالي تعمل على تشكل السيول والجيران الأودية والشعاب. هذه الأحوال الجوية أبرزت العديد من الاستفسارات حول إمكانية تعليق الدراسة حتى في أيام الاختبارات في أجزاء واسعة من المناطق الوسطى والشمالية الشرقية، وعلى أثر ذلك قال الدكتور ماجد الحربي وهو مدير الأمن والسلامة بوزارة التربية والتعليم أن تعليق الدراسة أيام الاختبارات هو أمر وارد وممكن في حال استدعت الأحوال الجوية ذلك. وعلى أثر ذلك قمنا بعمل خريطة توضح أماكن احتمالية تعليق الدراسة على إثر طبعا الأحوال الجوية، وكما نلاحظ بأن التركيز أو الاحتمالية الأكبر لتعليق الدراسة هو في المناطق الأكثر تؤثرا بالأحوال الجوية الغير مستقرة، وهي أماكن هطول الأمطار الرعدية الغزيرة في بعض المناطق الوسطى إضافة إلى المناطق الشرقية من المملكة. من المتوقع بمشيئة الله تعالى بعد ذلك توغل هواء بارد وبشكل كبير نحو المملكة خلف الجبهة الهوائية الباردة، أي اعتبارا من ساعات مساء يوم الاثنين، ويتوقع أن يصل هذا الهواء البارد إلى عموم مناطق السعودية مع ساعات مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، وتنخفض درجات الحرارة كما نلاحظ على إثر ذلك إلى مستويات متدنية، حيث يتوقع أن تكون دون الصفر المئوي في الأجزاء الشمالية من المملكة وحول الصفر المئوي في الأجزاء الوسطى بما فيها حتى العاصمة الرياض، حيث المتوقع أن تهبط درجات الحرارة إلى قريب الصفر المئوي، في حين تنخفض درجات الحرارة بشكل نسبي وغير معتاد على المرتفعات الجبلية الغربية من المملكة. الأحوال الجوية السائدة في المملكة تستدعي بعض التحذيرات التي نود ذكرها على وجه الخصوص السيول والفيضانات التي ممكن أن تتشكل في بعض المناطق كنتيجة طبعا لغزارة الأمطار، خاصة طبعا في المناطق المنخفضة، لذا يجب الحذر وخاصة لمن يلاحق الأمطار وسالكين الطرق. لدينا تحذير من الغبار خاصة قبيل عبور الجبهة الهوائية الباردة كنتيجة لازدياد سرعة الرياح ربما قبيل هطول الأمطار، أو أحيانا مع الرياح الهابطة التي تترافق مع السحب الرعدية. هناك تحذير من شدة العواصف الرعدية خاصة في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة التي ربما تترافق السحب الركامية مع عواصف رعدية شديدة، وبالتالي يحذر من استخدام الهاتف الجوال أثناء تأثير العواصف الرعدية أو الوقوف تحت الأشجار الطويلة، كذلك الوقوف طويلا في مناطق مفتوحة تجنبا للإصابة بالبرق أو ضربات العواصف الرعدية. من التحذيرات أيضا ربما شدة سرعة الرياح
احيانا والتي تكون مرافقه للعواصف الرعديه، وايضا هناك تحذير من خطر تدني وربما انعدام مدى الرؤيه الافقيه خاصه في بعض الاجزاء الشماليه كنتيجه لتشكل الضباب الكثيف الذي قد يعيق حركه الطرقات وربما حتى حركه الطائرات في بعض المطارات. واخيرا هناك تحذير والاحتياط واجب من انخفاض درجات الحراره الكبير الذي سيندفع او يترافق مع اندفاع الهواء البارد خلف الجبهه الهوائيه البارده نحو المملكه عقب موجة الأمطار، وذلك سيؤدي إلى أجواء شديدة البرودة ليلا وتشكل الصقيع وربما حدوث الانجماد وارد اعتبارا من منتصف هذا الأسبوع. تابعونا في المزيد من التحديثات حول الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض وحول آخر أخبار تعليق الدراسة التي سنكون معكم فيها أولا بأول عبر قنوات موقع طقس العرب arabiaweather.com. أمطار أتمنى لكم جميلة لكم في المملكة العربية السعودية. اللقاء.